عليكم ورحمة الله، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. قبل عدة أشهر من الآن ألقت قوات الأمن القبض عليها وأودعتها سجن القناطر بتهمة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، حيازة دبوس رابعة. نعم، حيازة دبوس رابعة، هذه هي التهمة التي حكمت بسببها سارة خالد طالبة طب الأسنان، وحكم عليها بالفعل بالسجن 2.5 عامين. تحكي سارة عن ظروف اعتقالها أنها تعرضت داخل السجن لإجراءات عقابية لا تحتمل، ووصف أيضا محاميها نجاد البرعي الناشط الحقوقي المعروف ما تعرضت له سارة داخل السجن بأنه انتهاك بالغ للقانون والدستور في ظل تواطؤ مشهود من قبل النيابة العامة والقضاء. سارة التي دخلت في إضراب عن الطعام قبل أن يطلق سراحها هي ضيفتنا اليوم في هذه الحلقة من رهن الاعتقال، فأهلا بك سارة معنا، والحمد لله على السلامة في البداية. أهلا بك يا سارة، واسمحي لي بس لو ترفعي الصوت أكتر من كده. من شهر يناير أو بداية يناير 2014 إلى بداية أكتوبر 2014 وهي فترة اعتقالك يا سارة، يعني كيف استقبلتي أو كيف استقبلت سارة خبر الإفراج عنها؟ هو أكيد أنا هبقى فرحانة لخروجي، على مش عشان نفسي الأول، على شان أهلي، أهلي بتابعوا معايا جدا طول 9 شهور، وأصحابي وكل الناس يعني الصراحة تابعت معايا جدا. بس في المقابل يعني خروجي ده ما كانش هو النهاية، يعني أنا سبت جوه بنات وحرائر من أشرف بنات مصر وأجمل بنات مصر، يعني بجد بيتعرضوا، ما زالوا بيتعرضوا لضغوط صعبه جدا، ما زالوا يعني في حالات، يعني انا مش عارفه، يعني اكيد طبعا كل حلقه هحكي على اللي احنا في حالات، اكيد اكيد يعني احنا الحقيقه يهمنا نسمع منك تفاصيل كتير ممكن تكون يعني سمعنا عنها خلال فتره اعتقالك او متابعه اخبارك يا ساره، بصفتك واحده من بنات مصر اللي دخلوا المعتقل في سابقه ممكن تكون هي الاولى من نوعها في التاريخ المصري بشكل عام، اعتقال كم كبير جدا من البنات تحديدا وايداعهم السجن بتهم زي حيازه دبوس رابعه او الانضمام لمظاهره أو خلافه. بس خليني أقول لك في البداية، أنت يعني لو طلبت من سارة خالد تصف هذه الفترة الزمنية في كلمات قبل الدخول إلى تفاصيل يهمنا جدا نعرفها منك، كيف تصفي هذه الفترة الزمنية من عمر سارة خالد؟ والله هي الفترة دي على قد ما هي كانت إحنا صعبة جدا، بس هو في نفس الوقت برضه كان منحة من الله سبحانه وتعالى، يعني جميلة جدا ان الله سبحانه وتعالى اختارني انا ان هو يحطني في المكان ده علشان اغير مفاهيم كتير عندي واثبت على فكري اكتر واكتر وانقع امتي. صحيح انا في السجن، بس انا الحمد لله كنت حاسه ان المكان اللي انا فيه ده ربنا اختارني فيه عشان انقع امتي اكتر، ابين للناس ان في ظلم اكبر واكبر. يمكن وانا بره ما كنتش انا عارفه اوصل لهم الرساله دي كويس، بس لما دخلت وصلتها للناس اكتر جدا. الرساله دي اللي هي ايه يا ساره، اللي انت الرساله ايه تحديدا اللي انت شايفه ان انت بدخولك للسجن ويعني 9 شهور من عمرك تعرضتي خلالها لكثير من الانتهاكات ويعني الضغوط اللي مورست ضدك وضد اسرتك، رساله ايه اللي ممكن تكوني وصلتيها بشكل اكبر؟ رساله ان كان في ناس تقعد، يعني انا دي اللي كنت بسمعها وانا بره، بما ان طبعا لسه مخرج عني امس فما اعرفش هي كانت دي موجوده ولا لا، بس قبليها كنت بسمع ايه اصل اللي بيدخلوا السجن دولت ارهابيات، اصل اللي بيدخلوا السجن دولت كانوا مش عارفه ماشيين بقى في مسيرات ومش عارفه، وكلام كان اوفر للاسف الناس بتصدقه وللاسف صح وكده. بس انا لما دخلت بتهمت بس ان انا مش اكتر من انا كنت ماشيه في الشارع عادي جدا، مش اكتر من انا كنت حاطه دبوس على الطرحه، التابوس ده بيعبر عن وجهه نظر معينه فكر معين، ولكن كنت بسببه فاكيد طبعا ده ظلم صارخ ما بعده ظلم. فالرساله اللي انا عرفت اوصلها ان لا يا جماعه في ظلم الناس مش متخيلاه، يعني في ظلم اكتر من اللي احنا نتخيله اصلا بقى موجود في البلد.
فجبت انا الحمد لله عرفت اوصلها لمجموعه كبيره جدا وناس كثيره بجد. طيب ارجع بالذاكره معاكي يا ساره ليوم الاعتقال، اوصفي لي تحديدا ايه اللي تم بمجرد ان انت كنت لابسه دبوس بدون اي صدام مع اي جهه امنيه او طرف امني في الشارع متمثل في قوات او رجال الشرطه، تم اعتقالك هكذا دون اي اسباب غير ان انت حاطه دبوس رابع فعلا؟ تمام، انا هرجع مع حضرتك الذاكره يوم 5/1 على الساعه 3 العصر كده. انا كنت في اليوم ده حضرتك عارفه طبعا ان في الفتره خلاص كانت فتره داخلين على امتحاناتنا، يعني انا طالبه اسنان كنت داخله على امتحاناتي، فالمفروض ان انا يعني زي كورس براجع مع انا واصحابي، خلاص كنت مخلصه المراجعه وكده وانا راجعه. حضرتك عارفه انا المكان اللي انا فيه قريبه من جامعه الازهر وقريبه من كل طبعا حضرتك عارفه ان ما شاء الله شباب جامعه الازهر يعني بيقودوا الظلم ده بشكل على طول. مفهوم ان محيط جامعه الازهر بشكل عام بتكون منطقه ساخنه عموما. محيط جامعه الازهر تمام، وانا في محيط جامعه الازهر وانا معديه انا واصحابي يعني مش اكتر من كده، لقيت من بعيد اللي هو جاي بيشاور بيقول البنت اللي بتدبوز دي وبيشاور عليا كده البنت اللي بتدبوز دي، فانا فعلا ما جاش في بالي اي حاجه ولا جه في بالي اعتقال، انا ما جاش في بالي اعتقال كنت يعني مشيت بسرعه شويه وبعت من المكان بس عادي يعني ما جاش في بالي فعلا. فجاه وانا ماشيه لقيت اربعه بيجروا من ورايا، الاربعه مسكوني بطريقه مهينه جدا و لو سمحتي طلعي طاقتك، حتى ما كانش فيه لو سمحتي طلعي طاقتك، فقلت له ليه؟ قال لي عادي تعرف شخصيه، طلعت البطاقه وطلعت لهم على فكره طلعت البطاقه والاي دي والماكسيم كارد اللي معايا كل الاثباتات الشخصيه اللي معايا، لقيتهم بيشدوني. فانا حاولت ان انا يعني افلت من قبضتهم شويه واجري، لقيت ضرب خرطوش حصل بس الحمد لله ما اصابنيش. ضرب خرطوش، فانا ضرب الخرطوش كان جنبي يعني جنبي خالص الحمد لله ما جاش عليا يعني، فاتخضيت فمن الخضه وقفت. تمام. راح اول ما وقفت راحوا مسكوني بقى الاربعه مسكوني وراحوا رموني في بوكس، وحتى يعني ده كله انا ما كنتش مستوعبه ان معقوله القبض عليا عشان دبوس، انا قطعت الطرحه لغايه بقى ما وصلت القسم. ففي القسم راح قال لي انت ما تعرفيش ان انت لابساه اللي انت لابساه ده بخمس سنين، فقلت له هو ايه اللي بخمس سنين؟ قال لي اي دبوس رابعه بخمس سنين انت لابساه. وانت كده تعملي قضيه. للاسف ان القضيه اللي مش معموله لي يعني في التهم اللي انا متوجهه لي مش متوجهه لي ان انت كنت لابسه دبوس لا خالص. انا التهم متوجهه لي تجمهر وبلطجه وتعدي وافلاغ واستعراض قوه وتصريح بالعمر، طبعا تهم ما شاء الله يعني لا حدث ولا حرج يعني. انما فكره ان دبوس رابعه هو تهمه كانت بشكل شفوي، انما ما كتب في الاوراق الضبط او القبض عليكي والمحضر اللي اتعمل ان التجمهر واثاره الشغب وهكذا يعني. تمام. انا قال لي بالظبط، لا هو حرز لي دبوس على فكره كانت من الاحرار بس الاحرار اتشالت عني وانا في النيابه. ولا من العجيب في الامر اللي انا عايزه لحضرتك ان انا لما تعرضت على سنه المرافعه اللي انا خدت فيها حكم سنتين ونص، فلقيت المحامي يعني عشان حضرتك تعرفي ان كله عارف التهمه الحقيقيه وهي حيازه دبوس رابعه اذا كانت دي تهمه، راح القاضي المحامي جاي بيقول له ايه؟ يا سياده القاضي احنا مالناش دعوه بالورق ده، احنا لينا دعوه بالتهمه الحقيقيه اللي حضرتك عارفها وانا كمان عارفها وهي حيازه دبوس، معقوله تبقى انت حاكمها طول المده دي كلها عشان انت بترهبها؟ فهي كانت مش اكتر من ان هي تهمه فكري مش تهمه انا ارتكبتها. القاضي رد على المحامي هنا وقال له ايه لو لما واجهه؟ قال له كمل انا سامعك، قال له كمل انا سامعك، ما مش اكتر من كده. ولما انا جيت قلت له جاي بيقول لي انت كنت بتعملي شغب في جامعتك، انا جامعتي جامعه حضرتك عارفه جامعه الفيوتشر مش فيها نشاط سياسي قوي زي جامعه الازهر والجامعات الحكومه. تمام. فرحت قلت له حضرتك عارف ان يعني انا جامعتي كان اولا انا جامعتي كليتي صعبه جدا وكده وماشي، حتى ولو كنا بنعبر عن راينا فبتبقى بصوره رمزيه جدا تضامنا مع اللي بيحصل في الشارع، اكيد احنا مش عشان احنا جامعات خاصه مثلا ولا كده ان احنا منفصلين عن بقيه الجامعات المصريه، لا طبعا احنا لازم نشارك براينا بس حاجات رمزيه جدا. فبعدين راح قال لي كل اللي قاله لي قال لي على فكره انت كدابه، وهو قال لي الكلمه دي وبالظبط كان في اوضه ورا الكرسي بتاعه دخل فيها وخلاص ما شفتش وشه غير لما على فكره انا ما نزلتش يعني ما سمعتش الحكم قدام القاضي، مش القاضي نطق الحكم في وشي، انا رحت السجن وبعد شهر الحكم تم الحكم عليا وانا في السجن.
السجن، يعني الحكم كان غيابي، كان الحكم عليه 3 شهور. طيب يعني انت عرفتي الحكم عليكي مش خلال الجلسه، ولكن وانت داخل السجن بعدها بشهر زي ما انت بتقولي. لا مش من خلال الجلسه، هو اجل شهر، قال انا هنطع الحكم بعد شهر. اجل شهر وصلت. والمفروض ان انا هنزل علشان اسمع الحكم. لا انا ما نزلتش، انا فضلت قاعده في السجن والحكم جالي السجن. جالك السجن. طيب ساره، بدايه بقى من ترحيلك لسجن القناطر وكل اللي سمعناه والاخبار اللي تواترت عن وجودك في السجن والتعذيب وسحله وتعريه وغيره وغيره وغيره، والحقيقه كان يعني كان في ملف كبير جدا ممكن يكون تبناه كتير جدا من الشباب، الحريه لساره خالد وما تعرضت له ساره خالد داخل السجن في هذه الفتره، تقدري توصفي ايه بشكل سريع يا ساره؟ يعني اللي انا اوصفه ان ده كانت يعني ابشع حاجه ممكن، ان احنا يعني بنات في دوله، المفروض ان احنا دوله اسلاميه، المفروض ان انا بنت مسلمه، المفروض ان انا بنت حره، بنت بس بعبر عن رايي، بنت ما فيش اي تهمه غير تهمه ان انا فعلا حره وعايزه الحريه لبلدي. طيب ساره معلش، قبل ما تكملي يا ساره، قبل ما تكملي وهسيبك تكملي يعني تسردي الوقائع اللي حصلت بشيء من التفصيل، هقف عند نقطه ان احنا في دوله اسلاميه وان انت بنت مسلمه ودوله المفروض تكون عارفه مثلا قدر المراه من وجهه نظرك، بس ده ابدا لا يتعارض حتى لو كانت الدوله دي دوله غير اسلاميه وان انت مواطنه مسلمه فيها، ده ملوش علاقة أبدا بفكرة تطبيق القانون. لو البلد دي فيها قانون ودستور المفروض نمشي عليه، ما يعني ملوش أي علاقة أبدا بكونها دولة إسلامية من عدمها. طبعا أنت أنا فاهمة أن أنت عايزة تأكدي فكرة أني وكمان إحنا دولة إسلامية المفروض يكون لها عرف معين أو نظرة معينة للمرأة بصرف النظر غلطت أو ما غلطتش، غير أن أنت بنت مسلمة، فدي يعني انا يعني عايزه اقول ان انت اكيد بتحبي تاكدي على ده. وان كانت الدوله غير اسلاميه وان كنت غير مسلمه، فليس من حق احد على الاطلاق ان يعاملك بمثل ما سمعنا من معامله لك خلال الفتره الماضيه. انا عايزه بس اقول لحضرتك في النقطه دي حاجه، انا كان جالي اكثر من وفد زياره داخل السجن بعد اللي تعرضت ليه، فكان في منهم واحده وجت بتقول لي هل تم اغتصابك؟ فرحت قلت لها لو الاغتصاب من وجهه نظر حضرتك غير الاغتصاب من وجهه نظري انا. بنت مسلمه، حجابي ده عندي بالدنيا، فكون ان حجابي ده اتشد من عليا اتعريت وجرجرت من شعري قدام الضباط وقدام كل رؤساء المباحث، ده بالنسبه لي انا اغتصاب. بالنسبه لك انت الاغتصاب، انت بالنسبه لك انت حاجه غير اللي بالنسبه لي انا. فدي اللي انا عايزه بس اوضحها. طيب برضو هوضح النقطه دي يا ساره سريعا، وده بنص القانون، يعني الكلام اللي انا هقوله لك وهاكد للساده المشاهدين عليه، سؤال من قامت بزياراتك ليكي وبتقول لك ان انت هل تم اغتصابك او لا، وردك عليها ان الاغتصاب ممكن يتفاوت من ثقافه لثقافه، خليني اقول لك ما ينص عليه الدستور المصري والقانون المصري، البلد اللي انت تم احتجازك فيها واعتقالك فيها ومعاملتك بهذه الطريقه. يعني هقرأ لك نص تقريبا: جريمة هتك العرض يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه، يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار، ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش. ذلك هو تعريف محكمة النقض لجناية هتك العرض. العقوبة هي عقوبة من يقدم على فعل ذلك هي السجن المشدد من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وهذا ما تؤكد عليه المادة 55 من الدستور، أن من تقيد حريته أو تقيد حريته يجب أن يعامل بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا. يعني أيا كانت التهمة على الوقوف عارية مثلا أمام السجينات كما سمعنا من روايتك، فكرة أن اللي بتسألك دي أظن بما أنها حقوقية أكيد المفروض تكون عارفة القانون أكتر من أي حد تاني. فضلي يا سارة. كنت أتمنى أن بلدنا تبقى فيها قانون أكتر من كده، وكنت أتمنى أن الحقوقية دي هي اللي تيجي تعرفني بالكلام اللي حضرتك قلتيه، مش تيجي تقول لي بعد ما طبعا انا هاجي طبعا في كلام عن الوفود اللي جات لي والكلام اللي اتقال، بس طيب. كان جملتها بعد كده جايه تقول لي ايه؟ طب قولي لي السبب، ما هو اكيد ما عملوش كده من غير سبب. هي مصريه يا ساره؟ يعني حقوقيه مصريه ولا اجنبيه؟ كانت
كانت جايه مع وضع حقوق الانسان المصري، للاسف انا مش فاكره اسمها لان انا مش فاكره كل الاسماء اللي جات لي، بس كان كل ردها بعد ما قلت لها كده راح جت قالت لي ما هو اكيد في سبب، قولي لي السبب. اكيد في سبب، في سبب ان انا وقفت عاريه، كانت عاريه قدام مشركات السجن وسجنات السجن، ان انا اتجرجر من شعري قدام الرسام، بحيث بقى تقول لي استوري استوري نفسك، بحته قماشه مرميه على الارض. وطبعا كانت الصوره يعني انا على فكره انا ما شفتهاش غير النهارده. طيب احكي لي يا ساره، ابداي في يعني في سرد التفاصيل بما يعني يتناسب مع الترتيب، مع ترتيب الزمن والوقت اللي انت مريتي بيه. وخلال الحوار يهمنا جدا ان احنا نعرف الوفود الوفود الحقوقيه اللي زارت ساره في المعتقل، وبعد كده ممكن يعني نحلل موقفهم من الناحيه القانونيه. اتفضلي يا ساره. يعني ارجع ساعه اللحظات القبض عليا، طبعا تم القبض عليا، وطبعا التهم دي هي اللي توجهت لي، انا قلت لحضرتك عليها تمام ده هو التجمهر وكده، على فكره ده محضر محفوظ اصلا. وانا كنت لوحدي في القضيه، بعد كده كان في اثنين في جامعه الازهر اتقبض عليهم عادي في نفس اليوم، فقشطه بقى انا حطيتها معاهم في القضيه عادي. فبقت القضيه تم تعرض على النيابه، اتعرضت على النيابه اول مره، ده كله انا كنت لسه في القسم، بس جددت 15 يوم ما كتبتهمش، يعني قعدت حوالي 6 ايام بس في القسم، وبعدين تم تأخيري على سجن القناطر. بصراحه يعني انا في الاول كان سجن القناطر ما كانش العذاب اللي انا شفته في الاخر ده. الاسم الاسم اللي انت قضيتي فيه 6 ايام يا ساره؟ الاسم لا، هو اولا الاسم يعني يا الله، الاسم اولا انا كنت قاعده في حبس انفرادي. حبس الانفرادي ده عباره عن 6 بلاطات في 3 بلاطات، هو حبس انفرادي. كنا قاعدين فيه ثلاث بنات قاعدين في 6 بلاطات 3 بلاطات حبس انفرادي، قاعدين هم وحاجاتهم فوقيهم تمام. الحمام طبعا اسلوب الاسم، الحمام مره واحده بس بالليل، ما فيش حاجه ثانيه غير كده. الاكل بيرموا لك العيش بس، الزيارات بالظبط ما فيش حاجه اسمها زياره، هو انت بيجيبوا لك الحاجه من اهلك ويقولوا لك دي جات لك من اهلك ويرموها لك وخلاص يمشوا. بالنسبه طبعا دي حاجه بقى، الحاجه الثانيه بقى وهي الضباط اللي موجودين في اسم ثاني. هو في ضباط بعينهم انا عايزه مش عايزه يعني لو هتحاسبن عليهم من هنا لعمري كله مش هيكفي على المهانه اللي احنا تعرضنا لها والكلام، يعني كان في شغال اهانه وشتيمه وكلام عقيم تجاه واحد جاي بيقول له عيب يا عيب يا باشا دي دكتوره، راح قال له ما هي عشان دكتوره انا بقول لها كده. ده عقدة نقص دي ولا ايه؟ مش عارفه الصراحه، يعني كل واحد بقى يفسرها زي ما هو يفهمها، فراح قال له ما هي عشان دكتوره انا بقول لها كده. ده حاجه، الحاجه الثانيه بقى التعذيب اللي كنت انا بتعرض ليه بتعذيب الشباب قدامي، اللي هو يجيب قدامي واحد ويحرق له دقنه. يجيب قدامي واحد ويفضل يضرب يمسك وشه في الحيطه اللي قدام الزنزانه اللي انا فيها ويخبط وشه في الحيط، يخبط وشه في الحيط، الشاب شاب من شباب الازهر دماغه اتفتحت بوشه، فراح مسكه فتح عليا الزنزانه وكان في جرده الميه قدامي، فتح راح مسكه من شعره وراح مسكه من شعره كده وراح مسك براسي كلها، حط الجرده للميه وطمعه وراح قال له ها لسه وجعك ولا كده كويس، فراح قال له يا باشا لا والله وجعني قوي، راح قال له راح ضربه تاني، راح ورميتك راسه تاني وحطها في جرده الميه طلعها قال له ها لسه وجعك ولا كده تمام، راح قال له لا كده تمام يا باشا، طب ارموه يلا في الحرب ماشي. يعني انا شفت قدامي واحد مسكه، مش عارفه هو كان الولد هتف او قال حاجه، مسكه الضابط ضربه ضرب بشع، ضرب بشع بجد، وبعدين راح كتفه خلف وراح نيمه على البلاط وراح جاب ميه مغليه بقى سرسوب ميه ماشي على جسمه كله قدامه، وكان بيتعمدوا ان هم يخلوني اشوف الحاجات دي. انت لوحدك يا ساره ولا معاكي المجموعه اللي كانت معاكي في الـ لا انا في حاجات في دار كنت انا لوحدي، لان انا كنت انا في الدور الثالث او في الدور الثاني من اسم ثاني، فالضرب اللي انا كنت فيه فوق في اسم ثاني ده انا شفته لوحدي. وحرق الدقن ده شفته لوحدي، والضرب في ضرب شفته لوحدي. وفي حاجات اللي هو مثلا زي الولد بتاع جرد المايه ده، لا انا كنت شفته انا والثلاث بنات اللي معايا. تمام؟ ففي حاجات كده وفي حاجات كده. يعني لا كانت حاجات بشعه، يعني انا شفت في الاسم ده يعني يا الله، كان 6 ايام بس كان كل يوم بشوف
حاجات بتاكد لي اكتر واكتر ان انا مش بتعامل مع بني ادمين. يعني ساره هو الحقيقه يعني انا اظن لو كل يوم هتحكي لنا تفاصيله احنا محتاجين حلقات عشان يعني الوقت تقريبا مش هيناسب ان احنا ناخد كل التفاصيل الدقيقه دي. يا ريت ننتقل الى مرحله سجن القناطر، يعني ايه اللي تم وايه الحاجات اللي احنا سمعناها، ايه فكره ان انت تتحبسي في الحمام لفتره طويله جدا لا اكل ولا شرب ولا صلاه ولا يعني تفاصيل الحاجات دي وتفاصيل الايام اللي انت عشتيها دي، يا ريت تبداي لنا في سردها سريعا. اولا انا رحت سجن القناطر يوم ترحلت يوم 11/1 يعني بعد 6 ايام من القرار قضى عليا. كنا عددنا في الاول كان فعلا كبير جدا لان كان امتحانات جامعه الازهر وكده، كان قاضيين على عدد كبير. دلوقتي يعني العدد الحمد لله قام الى حد ما. بعد كده قعدنا فتره بنتنقل بين العنابر لان هم كانوا عايزين يسكنونا عن الجنائيين وما كانوش لاقينا مكان معين. بينقلونا في اوض كده لغايه ما حطونا في مكان. كانت المعامله انا يعني بصي هقول لحضرتك على حاجه، هو اساسا يعني حتى لو السجانات مثلا هي مثلا مش مستوعبه او مش مستوعبه ان هي المفروض تعاملني كويس علشان انا بنت قريبه جايه سياسيه وكده، فاداره السجن كانت بتقول لهم عاملوهم كويس لحد ما. ففعلا كان الى حد ما المعامله كانت كويسه الى انجاز يوم 10/6. 10/6 مره واحده المعامله تغيرت تماما. وبالنسبه بقى لكل الحقوقيين اللي كانوا بييجوا يسالوني في السجن اشمعنى وليه ومستغربين وايه السبب، انا ما اعرفش سبب واضح لكده، بس كل اللي اقدر اقوله لكم ان انتوا شوفوا في الشارع يوم 11/6 ده كان فيه ايه في الشارع. هتعرفوا انا ايه حصل لي، اللي حصل لي ده ليه، اللي حصل لي ده بسبب سياسي بحت. ويعني اتمنى بقى الحقوقيين يرجعوا كده بذاكرتهم كان ايه اللي موجود في الشارع، وقتها يعرفوا انا حصل لي ده ليه وحصل لزمايلي برضه معايا ده ليه. ده قصدك الاحداث او التبعات اللي كانت مترتبه على تظاهرات الخروج في ذكرى اكتوبر؟ لا 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 حضرتك انا مش قصدي على كده. 6 اكتوبر دي كانت قبل ما 6/10 انا اتعود عليها 5/1. لا انا بتكلم على ان 10/6 كانت وقتها ما يدعونه حاليا بالانتخابات الرئاسيه. مظبوط مظبوط معلش. فخلاص يعني بقى كل واحد بقى لي ظهره، كل واحد دي سنده. بقيت انا حتى يعني كانوا بيقولوا ان ده انتقام، يعني قريتها دي في الجرنان ان ده انتقام الدوله بتنتقم ليهم مننا احنا. تمام. تمام. يعني انا اتضربت يوم 10/6 واتضربت يوم 11/6 ومدى تبعاته بقى الاسباب بقى يا ساره او بدايه الشراره اللي بدات او الحجه اللي كانوا بياخدوها عشان يبداوا الهجوم عليكم بالشكل اللي احنا سمعنا عنه ده. الحجه ان كانت في واحده منا هم قالوا كده، الله اعلم ده حقيقي ولا لا، بس انا هقول قالوا ان واحده منا قالت لسجانه لمشرفه السجن مالكيش دعوه بينا انت، او كلمتها بطريقه مش كويسه. تمام. دي كانت الشراره ودي كانت الحجه ان المشرفه دي ازاي تتكلم كده. فاولا سيبت عليا الجنائيين، احنا المفروض ان احنا منفصلين تماما عن الجنائيين. احنا مالناش دعوه بالجنائيين خالص. ففتحوا باب العنبر وسابوا الجنائيين علينا بقى يعملوا ما بداهم. طبعا الجنائيين انا اللي ضربني انا يعني الضرب اللي خدته من اكتر يعني من السجان، انا طبعا ضربت من السجانات القوى فرد الشعب والجنائيين، اكتر ضرب ضربته كان من الجنائيين. طيب قوات يعني فض الشغب، لو هنقسم الموضوع قوات فض الشغب طبعا يعني مجندين رجال يعني مظبوط؟ رجال رجال هم اللي كانوا بيقوموا بضربكم يعني. كيفيه الضرب يا ساره ايه، بالعصيان ولا بايديهم ولا؟ لا هو اولا قوات فض الشغب دي ما جاتش غير يوم 11/6. احنا يوم 10/6 جت تحاوط العنبر اللي احنا فيه، بس تحاوط العنبر من بره. كنا خلاص احنا يعني مضروبين. انا في اليوم ده كنت اتضربت ضرب بشع يعني وما كنتش قادره وكنت مرميه على السرير، كنت تعبانه جدا. وجم الصبح بدري بداوا بقى يجرجرونا من شعرنا ومن هدومنا وكده بره العنبر. كنا احنا ما سابولناش فرصه حتى ان احنا يعني نستر نفسنا كاملا. بس انا فعلا مين اللي جرجروكوا يا ساره؟ مين اللي جرجروكوا بره؟ السجانات نفسه. السجانات.
كنت انا حاليا كنت لابسه يعني زي في حاجه اسمها شول السجن. شول السجن ده بيبقى عباره عن عبايه واسعه جدا هتاخدها حضرتكها لسه يعني انت لسه جايه فتلبسيها، فانا ما بلبسهاش يعني عموما. انا الحمد لله اهلي يعني بيجوا لي زيارات بيجيبوا لي هدومي، بس ده اللي لقيته قدامي. لبست شول السجن وجبت حته قماشه، يعني اشتريت حته قماشه حطيتها على راسي بحيث انها تبقى يعني تبقى طرحه. السجانات جربروني، فانا كنت في اليوم ده يعني قبلها بيوم كنت مضروبه جدا، فكان في كدمات في كل يعني كل جسمي. فهي وهي بتجربني فهي الكدمات بتوجعني بالارض، وهي كمان يعني بتشدني بطريقه بشعه. فبقول لها يعني بدعي عليها وكده، فنزل بقدر قالوا لي طبعا كل واحده بقى وشها للحيط. بعد كده بقى جه مفيش طبعا وشها للحيط ومتحوطه بامن مركزي، مش وشها للحيط بس، وشها للحيط ومتحوطه بامن مركزي وقوات سد شغف. وبعد كده جه بقى بدا التفتيش. التفتيش ده اللي هو كان فيه استعاريه وكان فيه انتهاك، لان التفتيش ده هم دخلوني في مكان كده غريب قوي. المكان كان المكان ده المفروض اللي في السجن اللي هو مكان المساجين بينشروا فيه الهدوم بتاعتهم، تمام؟ دخلوني فيه. بدات بتقول لي انا كنت لابسه ساعه وكان معايا سبحه مش اكتر من كده، بتقول لي العين. فبقول لها دي ساعه وسبحه ما فيهاش حاجه، فبتقول لي انا قلت لك العيهم. راحت مسكت السبحه شدتها مني فاتقطعت الحبات بتاعتها يعني اتقطعت، والساعه راحت شدتها مني خدتها ليها. طبعا انا هقول لك طبعا على حاجاتنا يعني بعد كده راحت فين، دي ليها قصه بعد كده. وبعد كده راحت بدات حاطه طرق في شعري، بدات تشد الطرق من شعري والبنات، حتى الطرق والبنات دبابيس الطرحه خدتها يعني كل حاجه. انت يعني المفروض اللي انا ابقى بس مجرد ام عليا بس. بعد كده بدات بقى تقول لي تفتيش ذاتي، فتفتيش احنا كبنات او احنا كسياسيين التفتيش يعني عموما المساجين دي مش حاجه يعني مش حاجه اوبشن لينا، ان المساجين بيبقى من فوق الهدوم بس اللي هي بتمشي ايديها على جسمك تشوف انت مخبيه حاجه ولا لا. انما بدات بقى التعريه، بدات هي تشد من عليا الهدوم وتقلعها، تشد من عليا بعض العبايه التيشيرت البنطلون. يعني انا في حاله ظهور يعني اللي هو عماله ابعدها عني واضربها، بس هي طبعا هم كانوا ثلاثه اللي كانوا بيعملوا كانوا ثلاثه، ف ثلاثه وانا مضروبه يعني كان الموضوع صعب. بدات لغايه ما كنت عاريه تماما يعني الاكثر من كده، ويمكن انا ما اعرفش ان هي بعد ما عرفت ان هي بدات تحط ايديها يعني. كان شيء بشع، شيء حقيقي، شيء انا مش قادره اوصفه يعني. سارة يعني أنا الحقيقة يعني مش عايزة أخد منك تفاصيل ممكن إنها تثير يعني ذكريات هي مش أليمة ليكي بس، هي أليمة لأي حد حر ممكن يسمع الكلام ده، إن بناتنا بيعاملوا بمثل هذه المعاملة بشهادة من يعني تم القبض من قبض على سارة وشهادة الأمن نفسه ومحضر البنت ما عملتش حاجة، البنت ما بوظتش أمن بلد، البنت ما تجاوزتش في أي شيء ممكن يضر بمصلحة البلد وأمن البلد عشان تعامل بمثل هذه الطريقة المهينة. الحقيقة الطريقة دي إهانة لكل بنت في مصر، لكل ست محترمة في مصر، انما يعني توصل بينا الحال ان بناتنا يعاملوا بمثل هذه الطريقه جوه السجون والمعتقلات لا لشيء غير انهم بس عايزين يعبروا عن رايهم. الحقيقه يعني لكن له يا مصر بجد والله. ساره سريعا الوقت طبعا ضيق جدا ومحتاجه اعرف منك تفاصيل كتير، فيا ريت تقفيلي على النقطه المهمه جدا وتعامل الوفود الحقوقيه معاكي كان ازاي وايه اللي تم فيه بس بشكل سريع. تعامل ايه؟ معلش ما سمعتش حضرتك. الوفود الحقوقيه يعني الحقوقيين اللي وصلوا لك وفي نفس الوقت انت قلتي لي اتفضلي. انا جالي اكتر من وفد. جالي وفد حقوق الانسان المصري وكان ده بيترأسه معلش مع حفظ الالقاب استاذه نيفين مسعد ودكتور جورج اسحاق ومجموعه كبيره جدا من الصحفيين وكده. لا انكر ان قولك ساره قولك بشكل شخصي ليكي ولا للمجموعه اللي معاكي كلها؟ لا بشكل شخصي. طيب بشكل شخصي للاسف بشكل شخصي، وانا عايزه بس انبه على حاجه زي كده وفد حقوق الانسان ما جاش غير علشان انا اثير عليا اعلاميا، انما لو كنت انا ما اتكلمتش اعلاميا ولا كانت اي حاجه اتعرفت، وكل بدليل ان هم جولي بعد شهر من الانتهاكات اللي اتعرض لها اللي انا اتعرضت لها مجرد بس ان هم سمعوا الموضوع اعلاميا وجايين لسه بيحكي لنا بقى عايزين نسمع منك، عايزين بس يسكتوا عن نفسهم تهمه ان يا جماعه اعلاميا احنا رحنا لها اهو. انما بالنسبه مثلا لو واحده معتقله غيري والاعلام ما اتكلمش عنها ولا قال اي حاجه عنها فهي عادي ولا اي حاجه، كل اللي اتعرض له عادي. انا برضو جات لي وفد حقوق المراه
رئاسه السفيره مربد السلاوي برضه علشان سمعت الموضوع اعلاميا. يعني طبعا مع حفظ الالقاب يعني الناس يعني هذه برضه الوضع حقوق المراه. هم جم اتكلموا معايا زي ما بقول لحضرتك الموضوع هم عايزين يعرفوا السبب، يعني هم ليه عملوا لي كده؟ ماشي؟ طيب اسئلتهم ليك يا ساره بدون اي يعني تحيز او يعني الانجرار وراء عواطف معينه، اسئلتهم ليكي كنت بتشوفيها منصفه؟ يعني هو يعني هي في الاول وفي الاخر انت طرف من الاطراف، الطرف الاخر وهي الجهه اللي انت بتتهميها انها تجاوزت في حقك بشكل او باخر. اسئلتهم كانت مهنيه بصرف النظر عن الحاله النفسيه اللي انت كنت فيها؟ لا طبعا مش كلها، انا بس عايزه اوجه، انا عايزه استثني من كل الوفود اللي جات لي اثنين بس. استاذ جورج اسحاق ودكتور نسيم مصعب، وكان في صحفيه ثالثه معاهم، الثلاثه بس من كل الوفود اللي جات لي اللي كانت اسئلتهم مهنيه ليا. الباقي كله ما كانش فيه اي سؤال. دكتور مربد التلاوي بصرف مع حفظ الالقاب مربد التلاوي كان جايه بتدافع عنهم، تقول لي انت ليه عملتي كده؟ انت جايه تتهمك يعني؟ نعم جايه تتهم. ده احنا جايه بتقولي انت ليه عملتي كده؟ عملتي ايه؟ انت مقبوض عليك اكيد مش واخده السنتين ونص، طبعا كان لسه الاستئناف ما جاتليش، تقولي اكيد مش واخده السنتين ونص كده وخلاص. وديت المفروض ان هي حقوق المراه، ومفروض ان انا مراه تقف معايا، جايه تقولي كده، وصحفيه معاها جايه بتقولي يعني هي مكلفه هي مكلفه نفسها تجيلك لحد السجن عشان يعني تأنبك وتلوم عليكي انت ليه عملتي كده؟ طب ما هو كفايه عليكي السجن يعني. مش عارفه. وبعدين بعد ده كله جايه بعد كده تقول للصحفيين اللي معاها يا جماعه اي سؤال للمتهمه، فجايين بيقولوا لها واحده يعني رفعت ايديها وكده من ضمن اللي بيسالوا، فبتقول لي انت ندمانه؟ سؤال يعني سؤال انا اعجب ما شفته. انا ندمانه؟ ندمانه على دبوس كنت لابساه، ولا عشان ندمانه على الفكر طيب اللي خلاني احط ساره انت رديتي، اعتبري ان ده سؤالي ليكي كمان داخل الحلقه اللي خصصناها ليكي النهارده. انت ندمانه على الفتره دي وندمانه على ان انت وقفتي وقلتي انا معايا دبوس رابعه عشان في قضيه انسانيه انا بدافع عنها، او قضيه وطنيه من وجهه نظرك انت بتدافع عنها، ندمانه على الفتره دي من عمرك يا ساره؟ انا اكيد يعني الحاجه الوحيده اللي مش هندم عليها صدقيني الحمد لله هي السجن، يعني السجن ده غير فيا حاجات بغض النظر على اللي انا شفته، غير السجن ده بيغير فيكي حاجات فعلا كنت بتغير ده الحمد لله. سارة خالد تقريبا انا الصوت مش سامعاه كويس في نهاية كلماتك، بس ان شاء الله يكون لنا لقاء بشكل او باخر معاكي ان شاء الله، سواء في برنامج رهن الاعتقال او في لقاءات اخرى ممكن نخصصها ونسمع بالتفصيل بشكل اكبر، مش عشان سارة خالد فقط وتحديدا شخصية سارة خالد، بس واضح ان هو توجه عام بتعامل به المرأة المصرية لو دخلت المعتقل أو السجن بتهمة سياسية أو بتهمة من وجهة نظر من يحكم مصر الآن إرهاب الدولة أو العكس في سير الاتجاه كما يرون من في الحكم الآن. شكرا لك سارة خالد، شكرا جزيلا على وجودك معنا، وكل سنة وانت طيبة على أي حال ورغم كل شيء. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.